بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن الكريم قد تحدى الجميع منذ أكثر من 1400 عام، تحدى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كثر يعني عندما عجز أو عجزوا عن أن يتحدوا القرآن، عندما عجزوا عن أن يواجهوا القرآن، عندما عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ماذا فعلوا؟ أحرقوا. عندما عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا الكتاب، أحرقوا. في تصرف وضيع، في تصرف مشين يدل على هزيمة وضيعة. وإلا أين الحضارة من حرق كتاب لمئات الملايين من المسلمين؟ أين الحضارة؟ أين ما يدعوه من محبة؟ أين احترام الأديان؟ أين حرية الأديان؟ أين حرية الاعتقاد؟ كل هذا البغض، كل هذا الحسد، كل هذا الكره للقرآن الكريم، لأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. لو كانوا بالفعل مؤمنين أنه هذا القرآن هو عمل بشري، هو ليس من الله سبحانه وتعالى، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله قد تقوله، قد افتراه، قد اختلقه من عندياته، كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله ليثبتوا أن النبي محمد ليس بصادق وحاشا، أو أن هذا القرآن هو عمل بشري، لكنهم لم يستطيعوا. فبكل خذلان، بكل وضاعة قاموا بإحراقه. ليست المرة الأولى، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة، لأنهم يقفون أمامه عاجزين منهزمين. هذه الهزيمة يترجمونها اعتداء على القرآن الكريم بتصرف يستفز مشاعر جميع المسلمين في أصقاع الأرض. مترجمين أو شاهدين بعملهم القبيح هذا، بعملهم الوقح المشين على عجزهم أمام القرآن الكريم. القرآن الكريم تحدى جميع البشر منذ أكثر من 1400 عام، تحدى جميع البشر على أن يأتوا بمثله. لم يتحدى قريش فقط، لم يتحدى قريش فقط لأنهم أصحاب البلاغة والفصح، بل طبعا وليس هذا التحدي الوحيد، والآن سنرى أن هنالك تحدي لكل ملحد، لكل من لا يؤمن بالخالق الله سبحانه وتعالى. هنالك تحدي آخر الآن سوف يقول، إن لم يكونوا قد سمعوه من قبل سوف يسمعوه اليوم إن شاء الله. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لم يتحدى بالقرآن المعجز، لم يتحدى فقط قريش لأنهم أهل بلاغة وأهل فصاحة، بل هو تحدى كل البشر. كل بشر في كل أرض، في كل عصر، في كل مصر، في كل زمان، في كل مكان، قد تحداه الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا حقيقة أضحك مرات، يعني أشوف تطلع واحدة من الشخصيات، امرأة أو رجل، يخرج على التلفاز فيقول، أنا قبل كم يوم سمعت شخصية من الشخصيات، امرأة تدعي أنها أستاذة وتدعي أنها متعلمة وصاحبة علم، ولا أدري أين ذهب هذا العلم، عندما تقول بأسلوب غير منطقي وبتفكير غير منطقي بعيد كل البعد عن المنطق وعن العلمي وعن الموضوعية، تقول أن محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله من عندي، أن محمد قد قرأ كتب السابقين، قد قرأ كتب السابقين فألف كتاب اسمه القرآن. سبحان الله، يعني هذا الأمر كيف يستطيع إنسان عاقل أن يصدقه؟ كيف يستطيع إنسان عاقل أن يصدقه؟ إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله قد قرأ كتب السابقين وقد ألف كتابا، فلماذا لم تقرأي أنت كتب السابقين؟ كتب السابقين أكثر من 1400 سنة، كتب مئات الآلاف ربما ملايين من الكتب قد ألفت في جميع وشتى مجال المعارف، في العلوم وفي الفنون وفي الشعر وفي الأدب وفي اللغة وفي الفلسفة وفي العقائد، ألفت ما ألفت من الكتب، فلماذا لم تستطيع أنت أن تقرأ هذه الكتب وتؤلف لنا كتابا يفوق القرآن الكريم؟ فإذ لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان في ذلك الزمن قد استطاع أن يخرج القرآن الكريم، إذا كان هو قد أخرجه، وإذا كان القرآن هو عمل بشري، فالمفروض أنت بعد كل هذه القرون، المفروض الكتب التي أخرجت والمعارف قد تطورت البشرية طبعا، فالمفروض أنت سوف تأتينا بكتاب أفضل من القرآن الكريم لو كان القرآن الكريم هو عمل بشري. يعني ما لكم، كيف تحكمون؟
يعني كيف أقرأ الكتب كتب السابقين مؤلفي لنا القرآن لنعلم أنك أنت صادقة فيما تقولين وفيما تدعين وأن القرآن هو عمل بشري وأن النبي قد افترى هذا القرآن. وحقيقة أنا أريد أن أنبهكم أو ألفت الأنظار إلى أمر مهم جدا. قد نسمع كثير يعني من البعض يخرج لا يملك يعني مستوى متقدم من اللغة العربية ويأتي ليقول أن القرآن الكريم فيه خطأ لغوي أو فيه خطأ في قواعد في قواعد النحو، وهو ربما لم يكمل الابتدائية وربما لا يعلم أبسط قواعد النحو فيقول مبتهجا. أنا قبل فترة أيضا سمعت شخص كان في مؤتمر طرح أمام داعية أجنبي داعية إسلامي ليس بعربي قال أن القرآن الكريم فيه أكثر من 20 خطأ نحوي، وقال أولى الأخطاء. أنا ما سمعت يعني حسب ما يقول سمعت ما قاله أو اللي قاله حقيقة ضحكت. ليش؟ لأنه ما يعرف، جاهل. يعني اليوم إحنا من الذي يعلم أنه هناك خطأ أم لا يوجد خطأ؟ يعني أن شخص يدعي أنه عنده معرفة في علم من العلوم أو في فن من الفنون، من هو الذي يستطيع أن يشخص الخطأ؟ أصحاب الخبرة في ذلك العلم، في تلك الصنعة، في تلك المعرفة. لما يجي شخص يقول لك هذا الأمر خطأ، لما أنت تقول خطأ؟ ما كانوا مشركي قريش هم أكثر منك علما وفصاحة وبلاغة، هم أساطين البلاغة والفصاحة، لماذا لم يكتشفوا في القرآن الكريم تلك الأخطاء؟ لو كانوا قد اكتشفوا خطأ واحدا أو لو كانوا استطاعوا أن يؤكدوا أن هذا القرآن الكريم هو عمل بشري، هو ليس من الله سبحانه وتعالى، لحاربوا النبي باللسان والبيان ولا ما حاربوه بالسنان. لم يستطيعوا أن يثبتوا أن القرآن الكريم هو عمل بشري، لذلك عجزوا، وبعد عجزهم ماذا؟ حاربوه. لو كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي يقول لك لا هنالك خطأ نحوي. ماذا هو هذا الخطأ النحوي؟ طبعا احنا لازم نلتفت، يعني يجي واحد يقول لك هنالك خطأ في القرآن الكريم في النحو، كأنما أنه هنالك قواعد للغة العربية كانت قد وضعت ثم نزل القرآن على سياقها. كنا قواعد للغة العربية ثم جاء العرب فتعلموا اللغة قواعد اللغة العربية ثم تكلموا. لا، الأمر بالعكس تماما. العرب هم كانوا يتكلمون اللغة العربية، هم كانوا يتكلمون طبعا اللغة العربية يعني لهجات، لغات لكل قبيلة لغتها، ولقد تنقسم قبيلة واحدة إلى عدة فرق، كما يحدث في كلمة واحدة قد ينقسم حولها بنو تميم إلى عدة فرق، أو قد ينقسم أهل الحجاز فيقولون بمقال، وبنو تميم يقولون بمقال، وكنانة تقول بمقال، وبنو بعض بطون بني ربيعة تقول مقال، وهكذا. إذن تختلف لغات العرب، والقرآن نزل بلغات العرب. بعد ذلك جاء العلماء النحو، فاستقرأوا كلام العرب فخرجوا بقواعد كلية، وحتى هذه القواعد مختلف فيها. لسيبويه قد يكون رأي يختلف عن الأخفش في رأي، يختلف عن ابن مالك في رأي، يختلف عن أبي حيان، ويختلف عن أبو علي الفارسي، وهكذا. هناك اختلافات بين النحويين نفسهم، بل أن النحويين قد ذهبوا إلى مذاهب في اللغة العربية. هناك مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. فيجب علينا مو إحنا نسمع كمسلمين نسمع مقالة شخص جاهل لا يفهم ولا يفقه من اللغة العربية شيئا ثم يقول أن القرآن الكريم فيه خطأ نحوي. لا، أنت جاهل. لو كان فيه خطأ كان العرب الأقحاح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشروا هذا الخطأ، ولكنهم عجزوا تماما، قد عجزوا في ذلك، عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن. وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى. أنا أقول شيء فقط، لو كان أكثر من 1400 سنة الله سبحانه وتعالى يتحدى الجميع، كل البشر يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يترك النتيجة سائبة. القرآن الكريم لم يترك النتيجة سائبة ولم ينتظرهم هل سيأتون أم أنهم لا سوف يأتون. تحداهم تحدي آخر، يعني أنا أتحداك أن تأتي لي بمثل هذا الكتاب. أنا ألفت كتاب خلينا نقول في الفلسفة، أتحداك أن تأتي بمثل هذا الكتاب. مرة أتحداك ومرة أقول لك ولكنك لن تستطيع أن تأتي. أنا أتحدي مرتين، أنا أتحداك أن تأتي مثله وأقول لك ولكنك لن تستطيع أن تأتي، هذا أيضا تحدي. المفروض أنك تكسر كلامي وتأتي بمثال تثبت أنه أنا كاذبة، أنه أنا لست صادقة، ولكنك أنا قلت لك النهاية، قلت لك أنت ما راح تقدر أن تجيب مثل هذا القرآن. أنا تحديتك مرتين هنا،
تحديتك لما قلت لك أتحداك أن تأتي لي بمثل هذا الكتاب، وتحديتك مرة أخرى وقلت لك لن تستطيع أن تأتي بمثله، لأن هناك تحدي مرتين. كان المفروض هذا مثل التحدي اللي صار في قصة أبو لهب. أبو لهب نزلت فيه آيات قرآنية كريمة وعدته بنار جهنم، أي أنه سيختم عمره دون أن يدخل في الإسلام فيكون مأواه نار جهنم. كان يستطيع أن أبو لهب أن يثبت عكس القرآن الكريم، والقرآن الكريم غير صحيح، فيدخل في الإسلام، ولكنه لم يصل. لماذا؟ لأنه قول الله سبحانه وتعالى، ولا مبدل لكلمات الله سبحانه وتعالى. فكذلك القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى تحدى البشرية أكثر من 1400 سنة. شوف كم يوم، كم شهر، كم سنة، كم قرن. يعني لو كان يومية حرف واحد كانوا ألفوا مثل القرآن الكريم وأكثر، لو كان كلاما بشريا، ولكنهم عجزوا. والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم أنه لم يترك النهاية السائبة، وأنما أخبرهم أنهم لم يستطيعوا ذلك. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذه النتيجة، الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثله، وقال لهم لو اجتمعتوا كلكم إنس وجن في كل زمان ومكان فلن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. طيب الآن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أنهم لا يستطيعوا، مع ذلك هو تحداهم أن يأتوا بمثل هذا الكتاب فعجزوا. أهل الفصاحة والبلاغة والبيان عجزوا، أن أهل النظم المحكم من الكلام عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فماذا قال لهم الله سبحانه وتعالى؟ قال لهم أعجزتم. الشيء اللي إحنا يعني إحنا كبشر لما الآن أتحدى شخص شنو أقول له؟ أقول له أنا كتبت مثلاً كتاب في علم من العلوم، في معرفة من المعارف، أنا كتبت كتاب من 500 صفحة، أو ألفت قصيدة عصماء من 100 بيت، أنا أريدك أن تأتي حتى تثبت أنه أفضل مني، تأجيب قصيدة، أو تعال آتينا بقصيدة من 150 بيت حتى أنه أنت أفضل مني. القرآن كان ذا قالهم جيبوا مثله، أتوا بمثل هذا القرآن. عجزوا. ماذا فعل؟ سهل لهم التحدي. الله سبحانه وتعالى سهل التحدي لهؤلاء أساطين البلاغة والفصاحة في ذلك العصر، لأنه في ذلك العصر كانوا أساطين البلاغة والفصاحة والبيان وحسن النظم المحكم، نظم الكلام بشكل محكم. مع ذلك عجزوا، واستمر هذا التحدي إلى يومنا هذا، وسيستمر إلى يوم يبعثون، إلى أن تزول السماوات والأرض لن يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن. مع ذلك الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت ماذا فعل؟ وهذا التحدي مستمر. يعني أنت إذا تريد تتحدى القرآن تقول أنه عمل بشري، ائت مثلي، لم تستطع. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ائتوا بعشر سور. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا من استطعتم من دون الله، يعني افتح لك المجال، استعن بمن تريد أن تستعين به لأجل أن تأتي بعشر سور. 114 سورة في القرآن الكريم، 113 خلاص جيب لي 10، ائتي لي بعشر سور. لو كان هذا الكلام من عنديات النبي صلى الله عليه وهو قد اختلقه وقد افتراه، ائتي لي بعشر سور. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ ادعوا من استطعتم لكي تأتوا بعشر سور إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم، وهم لم يستجيبوا ولم يأتوا بعشر سور، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله سبحانه وتعالى وأن لا إله إلا هو الله سبحانه. فهل أنتم مسلمون؟ ثم عجزت قريش عن أن تأتي بعشر سور، فقال لهم الله سبحانه وتعالى، بسط لهم التحدي جدا، ائتوا بسورة. ألستم أساطين البلاغة والفصاحة والبيان والنظم المحكم من الكلام؟ ائتوا بسورة واحدة من القرآن الكريم، هل ستعجزون أم ستأتون بمثله؟ فماذا قال لهم الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب يختلف عن الشك، طبعا الريب يختلف عن الشك، في بعض الآراء أن الريب هو شك مع اتهام. أنتم تتهمون القرآن أنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى وأن النبي افتراه واختلقه من عنده، أنتم في ريب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الله سبحانه وتعالى قال إنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا. هل هنالك تحدي أكبر من ذلك؟ أكثر من 1400 سنة وهم لم يفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. من يقول أن هذا الحديث مختلق وأنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على عبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أتعجب حقيقة. أكثر من 1400 سنة هؤلاء الذين يقولون هذا القرآن وليس كلام الله، لماذا لم يستطيعوا أن يعقدوا ولا مجمع واحد؟ لماذا لم يستطيعوا أن يعقدوا ولا مؤتمر واحد؟ لماذا لم يستطيعوا أن يعقدوا ولو اجتماع واحد ويدعوا من يدعون؟ أساطين اللغة والبلاغة والفصاحة وفقه اللغة وغيرها وغيرها وأحبارهم ورهبانهم ويجتمعوا ويقولوا نريد أن ننقض القرآن الكريم. أكثر من 1400 سنة رجل جاء من عرب الجزيرة وهو يقول أن هذا كلام الله، سوف نثبت لكم أنه ليس كلام الله. لم يستطيع، لم تفعلوا ولم تفعلوا، لم تفعلوا ولم تفعلوا، عجزوا عن الاتيان بمثل كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اختار، قال لهم تقولون أنه أنتم، يعني هذا كلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكم الشعراء، تقولون أنه شعر، فيكم الشعراء، فيكم الشعراء، لماذا لم تؤلفوا مثل هذا القرآن؟ تقولون أنه كلام الله، هو عربي مثل ما أنتم عرب، هو عربي وأنتم عرب أقحاح، هو لديه البلاغة، هو لديه الفصحى، وأتوا بمثل هذا القرآن. فإن لم تأتوا بمثل هذا القرآن فأنتم كاذبون. لماذا؟ ما وجه الملازمة؟ لأنكم إذا قلتم أن هذا الكلام قد افتراه النبي محمد أو قد اختلقه من عنده، فأنتم بشر وهو بشر، أنتم تشتركون في الطبيعة البشرية، إذا أنتم تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا الكتاب، وبالتالي تقدمون برهانكم على أنه هذا الكتاب هو عمل بشري. ولكنكم ماذا؟ لم تستطيعوا أن تقدموا دليلا على أنه عمل بشري، إذا أنتم كاذبون. ويصدق مدعى النبي صلى الله عليه بأن هذا الكتاب هو كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله. وأنا أقول لو كان الغرب يستطيع أن ينقض كلام الله وأن يثبت أن القرآن ليس كلام الله الموحى على نبيه، والله هذه الأموال اللي خصصوها لمراكز الدراسات الاستشراقية منذ قرون بعيدة لأجل أن تضلل الغرب، لأنهم يخافون من انتشار الإسلام، يخافون من انتشار عقيدة الإسلام، يخافون من تأثير القرآن الكريم على البشر هنالك. فماذا عملوا؟ عملوا دراسات استشراقية وبدأ المستشرقون يضللون الناس بأن هذا الكلام كلام محمد. لذلك تجد المستشرقين المتأخرين يكذبون المستشرقين الأوائل، بل إن المستشرق نفسه الذي كان يقول أن هذا القرآن ليس كلام الله وإنما كلام محمد، نفس هذا المستشرق تجده في أواخر حياته يبدأ ليعترف بالحقيقة. ومن ضمنهم المستشرق مونتجمري واتس في كتابه كان يقول أن القرآن هو ليس كلام الله وإنما كلام محمد وهو نتاج خيالي. لكن تجد أن هذا الشخص بعد سنوات هو أستاذ في اللغة العربية والدراسات الإسلامية والدراسات التاريخية، نفس هذا المستشرق مونتجمري واتس في كتابه الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر نفسه يقول أن هذا الكلام ليس كلام محمد بحال محوال، وإنما هو كلام الله، وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه المرسل إلى البشرية. نفس المستشرقين بدأوا يكذبون أنفسهم ويعترفون بالحقيقة. إذن هذا التحدي القائم من الله سبحانه وتعالى أثبت كذبهم ويثبت كذبهم إلى آخر يوم في عمر البشرية. لكن أنا أقول هل هذا هو التحدي الوحيد في القرآن الكريم؟ التحدي تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نجد من معجزات القرآن وأنه معجزة الإسلام ومعجزة النبي الخالدة أن القرآن الكريم يعطي إعجازا لكل عصر ومصر وكل أهل صناعة، لا فقط هو اختبر العرب أو تحدى العرب لأنهم أصحاب لغة وأصحاب فصاحة وبلاغة وبيان، ولم يتحدى الآخرين، لا تحدى الآخرين. وربما سنجد يعني كل ما يتقدم بنا العمر كلما تتقدم البشرية في معارفها سوف نكتشف في القرآن الكريم تحدي لأهل صنعة ولأهل علم من العلوم. والقرآن الكريم قد تحدى الملحدين، قد تحدى من يقولون أن لا حقيقة سوى المادة وأن العلم باستطاعتها أن يجيب على جميع الأسئلة.
وأن العلم يمتلك جميع الحلول، رغم أنهم قد رأينا كيف أن فيروسا صغيرا لا يرى حتى بالميكروسكوب العادي قد أعجزهم، قد أعجزهم وقد جمدهم وقد أوقف كل تحركاتهم وكل تطورهم وكل ما أدعوه عن هيمنة وسيطرة العلم، وأنه المنقذ، وأن لا شيء سوى العلم ولا شيء سوى العقل البشري. الله سبحانه وتعالى قد تحداهم، هؤلاء الملحدون الذين يقولون لا شيء سوى العلم، لا شيء سوى العقل، لا حقيقة سوى المادة، هؤلاء تحداهم القرآن الكريم. كيف تحداهم القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كما قال: أنا قد جئت بكم بهذا الكتاب كلامي فأتوني بمثله أنتم عاجزون. الله سبحانه وتعالى أيضا قال: لقد خلقت لكم من الأرض هذه المخلوقات، إذ يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو أنشأكم من الأرض، إذ أنشأكم من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. إذا هو أنشأنا من أي؟ من الأرض. إذ أنشأكم من الأرض، خلق هذا الخلق من الأرض. إذا بعد ذلك يقول يتحدى من يقول أن الله ليس هو الخالق، وأنه ليس خالق غيره، سواء كانت الطبيعة، سواء كانت المادة، العلم. الآن يقول له الله سبحانه وتعالى ويتحداه، قل، يقول لك الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، قل، أي قل أيها المسلم، يا أهل القرآن، يا أمة محمد وآل محمد، قولوا لكل ملحد، قولوا لكل ما لا يعترف بقدرة الله وبأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، قل لهم ماذا نقول لهم؟ قل لهم ما يقوله لك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض. الله سبحانه وتعالى قد أنشأ النش من الأرض، يقول في آيات، ويقول لك تحدى من لا يؤمن بالله ويقول أن هنالك إله غير الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، شوفوني، أروني ماذا خلقوا من الأرض، من الأرض. إن كنت تعتقد أن العلم هو الخالق وأن العلم والمادة هو الذي أنشأ كل شيء وأن لا إله إلا العلم وإلا المادة، فأروني ماذا خلقتم من الأرض، من الأرض. هذا تحدي قرآني آخر، أروني ماذا يخلق الذين تؤمنون بهم من دون الله من الأرض. من الأرض ماذا؟ من الأرض، يدك والأرض، ماذا تستطيع أن تخلق لنا من الأرض؟ الله خلق هذه المخلوقات من الأرض، يقول لك أنا خلقت من الأرض، أرني ماذا تستطيع أن تخلق من الأرض، إيدك والأرض. لا تستخدم أدوات، لا تستخدم طاقة، لا تستخدم كهرباء، أنت استطعت أن كعلم استطعت أن تصل إلى أنه تصنع الطائرات العملاقة، تصنع الصواريخ الفضائية، المركبات الفضائية، الأقمار الصناعية، و و و هذا العلم. لكن الله سبحانه وتعالى يتحداك أن تخلق من الأرض، يا ذاكرة، ما الذي تستطيع أن تخلقه من الأرض؟ هل سيستطيع علمك أن يخلق شيئا من الأرض وحدها، يديك والأرض؟ عند ذلك تستطيع أن تقول لنا هذا إلهي خلق هذا. هل ستستطيعون أم أنكم ستعجزون؟ أكيدا ستعجزون، ولكن هذا التحدي قائم لكم يا من كل ما لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقول أن لا حقيقة سوى المادة، أخلق لنا من المادة، من الأرض. الله سبحانه وتعالى أتى بكتابه الكريم وتحدى البشرية، وتحدى البشرية إلى يوم يبعثون أن يأتوا بكلام ككلام الله وعجزوا. الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا خلقت الخلق من الأرض، فهل تستطيع أن تخلق أنت أيضا مخلوقا من الأرض؟ الله سبحانه وتعالى تحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداكم أن تخلقوا من الطين مخلوقا كما خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى العلم، علمكم أثبت أن الجسد أو الجسم البشري مؤلف من نفس مركبات التربة، من نفس مركبات الأرض. إذن الله قد أثبت العلم قول الله سبحانه وتعالى أن الله خلق الإنسان من الأرض. فأنتم الآن مدعوون، أنتم اليوم مدعوون أن تثبتوا لنا ماذا تستطيعون أن تخلقوا من الطين، ماذا تستطيعون أن تخلقوا من الأرض. الله تحداكم أن تأتوا بكتاب مثل كتابه، تحداكم أن تخلقوا من الطين، من الأرض مخلوقا، لم يتحداكم أن تحرقوه. هذه وسيلة العاجز، هذه وسيلة الفاشل، هذه وسيلة المهزوم، هذه وسيلة المهزومين. الله سبحانه وتعالى يتحداكم، ف
فتحدوا وواجهوا هذا التحدي بشجاعة إن كنتم قادرين، ولكنكم عاجزون، أكيدا ستعجزون، ولكنه تحدي لكم لتعلموا أن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.